بوادر مواجهة يمنية إريترية جديدة حول أرخبيل حنيش على البحر الأحمر. بعد هدوء دام 23 عاماً تعود البحرية الإريترية إلى ممارسة اعتداءاتها على الصيادين اليمنيين في محيط الأرخبيل الذي يمثل منطقة نفوذ استراتيجية مهمة لليمن على خط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. يعود أحدث اعتداء نفذته زوارق تابعة لإريتريا إلى أواخر شهر إبريل المنصرم، عندما أحاطت هذه الزوارق بثمانية قوارب صيد يمنية كانت تمارس نشاطها الاعتيادي في المياه الدولية المتاخمة لأرخبيل حنيش. في ذلك الاعتداء احتجزت البحرية الإريترية سبعة قوارب وأجبرت الصيادين اليمنيين على العودة إلى البر على متن قارب واحد فقط وتحت طائلة التهديد بالقتل، لتضاف تلك القوارب المحتجزة إلى ثمانية قوارب تم احتجازها في وقت سابق في المنطقة ذاتها. عاودت الزوارق الإريترية بعد ثلاثة أيام فقط نشاطها العدائي في ذات المنطقة، ما دفع بقوات خفر السواحل اليمنية التابعة لقطاع البحر الأحمر إلى اعتراض تلك الزوارق قبالة سواحل جزر حنيش القريبة من خطوط الملاحة الدولية، ومنعتها من محاولة احتجاز صيادين يمنيين، واحتجزت زورقين تابعين للمسلحين الإريتريين ونقلتهما إلى مرفأ القوارب في جزيرة زقر حيث تقع القاعدة الرئيسية لخفر السواحل. رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء ركن خالد القملي أوضح في تصريحات صحفية أن قوات خفر السواحل والجيش احتجزت الزورقين الإريتريين وعلى متنهما سبعة مسلحين، فيما لاذ زورق ثالث بالفرار وعلى متنه رشاش من عيار 12-7، مقراً بذلك بوجود توتر للأوضاع العسكرية والأمنية في الأرخبيل جراء هذه الاعتداءات. يجري ذلك فيما لا تزال البحرية السعودية تتواجد في أرخبيل حنيش، فيما تتواجد قوات إماراتية في الشاطئ الإريتري المقابل في مهام لها علاقة مباشرة بالنشاط العسكري للتحالف في اليمن، وعلى نحو يثير العديد من الأسئلة حول دوافع النشاط العدائي الإريتري الأخير ضد السيادة اليمنية التي تتأثر بشكل كبير جدا بالوجود العسكري للتحالف في هذه المرحلة. وكان اليمن وإريتريا قد طويا صفحة من صراع دام عامين منتصف تسعينيات القرن المنصرم على خلفية هجوم إريتري للسيطرة على أرخبيل حنيش حسم عبر تحكيم دولي لصالح اليمن.